شهد العراق العام الماضي أكبر عملية استرداد القطع الأثرية، كان من ضمنها 17,000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية، من لبنان 337 قطعة، وأيضا هناك قطع استردت من اليابان وهولندا وإيطاليا. طبعا عملية استرداد تمر دائما بمثل ما يقولون مو معوقات، لكن نقول بعض التلكؤ في بعض الدول، لكن عملية استرداد مستمرة إن شاء الله، ونحن عازمون على استرداد آخر قطعة أثرية موجودة في الخارج. يعني لديكم احصائيه باعداد القطع الموجوده بالخارج؟ طبعا هو الاحصائيه تختلف بين فتره واخرى حسب اللي نضبطها من القطع الاثريه الموجوده بالخارج او تم تداولها وتهريبها، طبعا تعرض في الخارج بالمزادات، وذلك بعد ان قسم الاسترداد يقوم بالاستشعار ايضا المباشر ولضبط هذه القطع الاثريه ورفع القضايا بالمحاكم حول استردادها. ماذا بشأن أيضا يعني آثار المحافظات المحررة كآثار الموصل؟ أيضا كان الكثير منها خارج العراق، خصوصا بعد وجود داعش الإجرامي لهذه المحافظة، كيف تمت إعادة تلك القطعة وهنالك أيضا لم تعد؟ طبعا أكيد هناك العديد من القطع عادت للعراق، طبعا بعض ضبطها بدول الجوار، وأيضا هناك العديد من القطع التي لحد الآن موجودة في الخارج إن شاء الله. طبعا طبعا أكيد المجتمع الدولي متعاطف جدا مع قضية العراق باسترداد القطع الأثرية، ومثل ما قلت أنا تعاون كبير بينهم وبيننا، وإن شاء الله تكون آخر قطعة أثرية موجودة بالخارج تسترد العراق. كيف ممكن يكون إقبال المواطنين على المتاحف العراقية بكل المحافظات؟ ممكن يكون أكو إقبال واسع حقيقي موجود؟ طبعا أكيد احنا شهدنا هذا على أرض الواقع بعد افتتاح المتحف العراقي بعد غلق لمدة 3 سنوات، إقبال جماهيري كبير جدا على المتحف العراقي، وأن المجتمع العراقي متعطش لرؤية المتاحف، وإن شاء الله عازمون نحن أن نكون في كل محافظة هناك متحف إن شاء الله. لدينا تجربة مهمة جدا في البصرة، هناك متحف مهم، وأيضا في الناصرية متحف مهم، وإن شاء الله مثل ما قلنا سيتم قريبا تأهيل متحف موجود في بابل، والخطة المرسومة أن يكون في كل محافظة هناك متحف. جيد، ماذا تحتاج هيئة الآثار من دعم حكومي لتطوير المتاحف العراقية نحو الأفضل لتصل إلى العالمية؟ طبعا إحنا دائما دولة رئيس الوزراء داعم كبير لفكرة إنشاء المتحف العراقي الكبير، وإن شاء الله الخطط الآن توضع وخطط مرسومة لإنشاء متحف أيضا أكبر من هذا المتحف، لأنه المتحف هذا الآن أنشئ إن شاء الله أنشئ في عام 1966، المتحف يعتبر صغير الآن بموجوداته، إن شاء الله الخطة الموضوعة لإنشاء متحف كبير، وأتوقع بأنه هناك فكرة أيضا ل جعل القصور الرئاسية وتطويرها وتأهيلها لتكون متاحف أيضا.